ليش؟ يزيد عدد سكانه عن 25,000 نسمة، ويتميز مركز الحطو بموقعه الجغرافي الذي يربط بين محافظة الريف من الشمال ومحافظة هروب من الناحية الجنوبية ومحافظة بيش من الناحية الغربية، ما بين جبل وسهل أكسبته تربة زراعية تعد من أجود وأفضل الأراضي الزراعية في المنطقة. فكانت الزراعة هي حياة وشغل أهالي الحق في قيادتكم الحكيمة. والنخري ودمنة عيسى حمديني وسر الأعلى وسر الأسفل والصلب وأبو شوكة وأبو الركبة. وأما التعليم في مركز مثلية والمطعن فمثله مثل مثيلاته في اهتمام القادة من الرعاية به والاهتمام بتعليم النشء والأبناء. فبداية التعليم بمثلية والمطعن كانت في عام 1381 للهجرة، ثم بعد ذلك دوانت فتح المدارس والمراحل للبنين والبنات. سد وادي بيش موقعا استراتيجيا مهما جدا في تغطية قرى مركز الفطيحة والمراكز المجاورة للمياه عبر محطة التقنية بالفطيحة. ويشهد وادي مركز الفطيحة بمحافظة بيش هذه الأيام كغيرها من المواقع السياحية بمنطقة جازان إقبالا متزايدا من قوافل الزوار والمتنزهين من داخل المنطقة وخارجها، والتي من المتوقع أن تصل ذروتها مع دخول فصل الشتاء في عسير واعتدال الجو في منطقة جازان. ويعد وادي الفطيحة واحدا من أهم المواقع السياحية والوجهات الترويجية التي تتسم بجمال طبيعتها البكر وروافدها الغزيرة بالثروات النباتية والحيوانية. ولذلك يعد مركز الفطيحة
من أهم المواقع وأبرزها بمنطقة جازان، وهو يشكل واجهة سياحية يقصدها السياح والزوار، ولذلك يعد مركز الفطيحة من أهم المواقع وأبرزها بمنطقة جازان، وهو يشكل واجهة سياحية يقصدها السياح والزوار عدة أيام السنة، ويبلغ عدد قراءها 24 قرية وهجرة. آلاف نسمة، وعدد قراه يتكون من 8 قرى، هي أبو الحشف والشجنة والحجروف وأم الصيود وحفايا والصلع والمنزالة والبطنة، كما تتوفر به الخدمات الصحية كمركز الرعاية الأولية بالخلاوية، وكذلك الخدمات البلدية مركز الخدمات البلدية بالخلاوية، كذلك يوجد به مدرسة. الشرطة والمرور بمحافظة بيش كانت في تاريخ 5/8/1439 للهجرة، وقد شارك فيها جميع فئات المجتمع، ومن ثم تم تسجيل الفريق بشكل رسمي. Yeah.